ولازم نعمل صيانة للفرد كل فترة والتانية حتى ما يصدي، لأن الصلاح المصدي ما بيقاتل وبيروكب. هالقطعة يلي ماسكها بإيدي اسمها السبطانة، شو اسمها؟ ولك اتركي هلأ البطيخ مبسمر من إيدك واسمعيني. سامعتك سامعتك، شو مفكرني طرشة؟ وهالقطعة، شايفة هالقطعة؟ هي اسمها الأخمص. شو اسمها؟ الأخمص. علي صوتك أم أسعد، لا توشوشي حالك. اسمها الأخمص، فهمت والله فهمت. شينا هي، وهلأ رح نمسك القماشة بإيدنا ونبلش بمسح القطع. اي قوم قوم خلصني بقى، الأكل صار جاهز والسلطة كمان جاهزة. لك هلأ أنت ليش بصرتك محروقة؟ بقيلي 10 دقايق بس. أجلها هلأ بعدين بيبرد الأكل. يبرد ستي، شو أعمل له؟ وأنا التاني والله كمان ما بقدر خلي الفرد مفكوك 20 قطعة على الطاولة. هلأ بعدين بتركبه وبتمسحه، خلينا نتغدى بالأول. ولك شو بعدين؟ شو بعدين؟ شو جنيتي أنتي ولا هسترتي؟ العصر لازم كون على طريق درعا عم استقبل الحج نزار السويتكي، ولازم أوصلي 2-3 على القليلة. شبك أبو أسعد؟ هلأ أنت رايح تخوض حرب ولا رايح تستقبله للزلمة؟ ولك يا أم أسعد، أم أسعد افهميني مرة واحدة بحياتك قبل ما أطع وموت منك. ها شبك شو حكينا؟ ولك أنا كم مرة قلت لك الفرح ما بيصير بدون قواص؟ لازم الرصاص يئز ويلعلع حتى يحس الحجي إنه في ناس عم تحتفل بجيته، وإلا بحس حاله مثل الدبانة، ما حدا بحس بجيته ولا حدا بحس بروحته. إيه معك حق معك حق أبو أسعد، شوف لقلك الأكل جاهز، بدك تاكل كل ما بدك هأتغدى أنا وأسعد. إيه لا والله ما حزرتي. وليش بقى يا بعدي؟ أسعد ما له غدا. ليش بعدي؟ هيك لأنه في عنده درس. يلا ولك درس لك. لك حاجتك غشمني يا أم أسعد، حاجتك غشمني. لك الصغير عنده درس بأقسام الفرد ستاندرد وميزاته التعبوية والقتالية. هي ما شاء الله حولك وحول التعليم تبعك ما شاء الله. ولك أنت يا أخ من النسوان، أنت هيك الله مقدر عليكي تضلي طول عمرك جاهلة؟ وليش بقى جاهلة؟ بعدين لي لشوف. لك أنت بتعرفي هذا الفرد كم ضرب بيوسع، وانت حضرتك بتعرف كيف بتنحفر الكوسة محشي وقديش بدها بالطنجرة لحتى تستوي لي لشوف تعرف ينحفر الكوسة المحشي. لك روحي من وشي، روحي من وشي هلا. ايه لك روحي، مو شاطرة الا بالبوشة او رد الجواب. روحي تعال هون انت بابا، تعال هون. والله ما حدا بيفهم علي قدك، تعال لشوف. بالكل ما حدا بيفهم علي مثلك، عود هون لشوف. عود اسمع، شوفني منيح شو عم ساوي وتابع. هلأ الفرد مبحوت، شوفوا الفرد مبحوت، انتبه منيح. هالقطعة هاي لك اترك النفخة من ايدك، العمى ضربك اتركها حاجة ولدني بقى. شباب اخر قطعة بتركب بالفرد هي اول قطعة بتنفك، شايف هاي؟ وبعدين بنعمل حركتين امان، شوف حركتين، شو امان. بعدين اذا كنت بشي عرز بدك تفتح ادنك على مصاريعها، يعني اذا سمعت رجال عم تهتف بالعرادة زين زين مكحول العين وعادنا فورا، بتسحب الفرد هيك وبتعوز تك 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 تك. هي اسمها الطريقة الاسعدية، انا اخترعتها بابا، شايف شلون؟ تشيك 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 تشيك. هو شو صار؟ ايه شو قررت بعدين؟ رح تجي تجيبني من بيت اهلي المساء؟ لا المساء مالي فاضي، خلي اخوك يوصلك. وليش مانك فاضي؟ شو في عندك بقى؟ معزوم على عرس ابن فرحان الوزي. ايه وقريضة عزايم ان شاء الله. اي والله والله ما عم يعزموك لهون ولهونيك الا مشان تقوصلك كم ضرب. اي وشو فيها؟ بالعكس هالشي بيشرفني وبيرفع لي راسي كمان. بتعرفي ليش؟ لانه القواص هيبه ومرجله وزقرتاويه. اي لكن اي والله العالم لما بتشوفني ماشي بالحاره بالورب مثل السلطعان بيبعدوا عني سفر سنه خشيه واحتراما.
لا سيدي لا، مو خشية واحتراما، بس المثل قال بعيد عن الشر وغني له. والقواص يا أبو أسعد بيني وبينك ها ما في زعل، اللي تعقل وطيش، ولدني مو مناسبة لعمرك. أزوب أزوب. اسكتي يخرب بيتك شجرة، مو شاطرة إلا بالمقلسة أنت. ولك يا عالم يا ناس يا هو، ولك أنا نص البلد بتخلالي ومرتي نازلة بساحلي كسح. اي طبعا، لأنه أنا عم بحكي. ولك على نصتي كل حرف، العمى بقلبك شو بتلعي؟ قسما بالله يا أم أسعد، وهي قدام ابنك، إذا بتجادليني بهالموضوع تاني مرة ما تلومي إلا نفسك. علي ما علي بخليك شهرين ببيت أهلك. ها اسمعي، هذا فرد أبو سليم شيخ الحيطان. لعيونك أبو سليم رح جاوبك على الحارك. ولك حاجة بقى رعبتنا، لك لا تنسى انه في عندك طفل صغير. ولا يهمك، خليه يطلع سقرت لأبو. شو عليه ودخلك؟ ليش أبو سليم شيخ الحيطان عم بيقوس؟ ما بتعرفي، حاكم هذا أبو سليم حساس كتير وعاطفي، وإيده والفرد يعني مثلا بجوز عجبته شي أكلة طبخت له ياها برتو، أو بجوز إجا ضيف عزيز أو لعط شي طير حمام. بس وينك؟ أنا ما قصرت، هاه وربي يشهد، شوفت عينك وسمع إذنك، فورا جاوبته وأكيد عرفني. لك تسلم لي عينك يا أبو سليم، تسلم لي. والله شايفتلك سوسة هالقواص رح تخرب بيتنا شي نهار. ولك أنت ما في بتمك كلمة حلوة، ما في عندي غير التشاؤم والمقت. العمى على الحالة، بكل الواحد فرحان ومبسوط بتجي أنت بتعكري. شو قد يا ها؟ ولشو كل هالفرح بقى؟ ولك أبو أسعد؟ نسيت لمن هربت مثل الأرنب من عرس بيت أبو الحطب لمن إجت الشرطة وسألوا عنا؟ يوميتها حطوا لك السلم وهربت من على الأسطوح مثل القطط. ولا نسيت لمن قوصت بطهور ابن الناطور كيف تخبيت بسقيفة حتى ما يمسكوك؟ ولا كيف قوصت جدي تبع بيت أبو مرعي؟ ولا كيف بخشت الدش لشيخ الحارة؟ إيه ما حلك تنسى، لأنه ما صرنا شهر مخلصين من حق الجدي والدش. إيه بس بس، حاشي علاك فاضي. أصلاً هذا كلياته من غيرتك. وليش بدي غار بقى؟ بتغاري مني لأنك ما بتعرفي تقوصي، هذا أولاً. ثانياً أنت عم تغاري من شهرتي. دخيلك، وما لقيت تنشهر إلا بهالشغلة؟ ليش بها هالشغلة؟ كلها رجولية وكدعني. بعدين نسيتي إنه جوزك أبو أسعد أحسن واحد بيقوص بالحارة، وفرده بعمره لا ركب ولا عصلج ولا مرة. ونسيتي انه انا صرت صاحب مدرسة بالقواص بيسموها الطريقة الاسعدية. طبعا نسيتي. لك قوم بابا قوم، شو بدنا بقر النسوان؟ قوم على الحكي ليكم. لك لوين بدك تاخده؟ لوين بدي اخده؟ حتى يتعلم شوية زقرداوية وتتعود ادنيه على قواص احسن ما ينطرش. إيه لا والله ما بتاخده، قال ياخده. ليكو على هالحكي، هاد اللي كان ناقص. لك ليش خايفة كل هالقد؟ اسعد رايح مع ابوه مو مع واحد غريب. ايه ولو كان بخافوا لي على قامة تصيبه شي رصاصة طايشة. والله ببرك بقضي يا أبو أسعد. لك مسكينة أنت مع سعد، والله العظيم مسكينة. يعني منين بدها تجي رصاصة طايشة؟ من جماعتك اللي عم تتسابق أنت وياهم بالقواص. ليش فكرك اللي عم يقوسوا أولاد صغار ولا غشهم بالمصلحات؟ اسمعوا على الحكي اللي بيهز البدن، اسمعوا. ولك هدول عباقرة أساطين، يعني واحدهم بيقوس 10 مشاط رصاص، ومع ذلك لا ايده بتهز ولا فرده بيحمى ولا ادنه بتوش ولا كعبه بيصحط ولا قلبه بيرجف ولا عينه بترف. مدام بتحبوا القواص هيك، دخلك ليش ما بتروحوا على فلسطين او جنوب لبنان مثلا؟ ولك هلا لا تخلطي لي شعبان برمضان، نحن قواصنا للفرح وبس. قوم بابا قوم قوم خلصني. إيه لا والله ما بخليك تاخده على هيك مسخره والسما زرقاء. ولك بيكون حمار وخرفان، كل واحد بياخد وبيعطي مع النسوان. ايه والله المحاورة معكم بتجيب الجنان. تعال تعال.